علي عبد اللحيم هو احد لاعبي نفط الجنوب، احنا الابطال وحازين على فضيه بطوله عالم. الزمن اللي يقتضي من دار اللي هو بحي الحسين الى نادي نفط الجنوب بحوالي 55 دقيقه، يعني ساعه الا. اعتقد انه اذا راح يجي بالدراجه راح يقل الوقت اكثر، وهناك امور يعني رياضيه بالبايسكل انه حركه الدم والجري باعتباره الى هو فيوصل الى التمرين وهو بحاله مستعد للتمرين، يصير عنده احماء جسدي، حركه الدم مستمره، اعتقد انه راح تفيده اكثر. أشكر قناة الشرقية في حملة دوس لها، كنت أجي يعني من البيت أجي عبرية، يعني أو ما حصل سيارات، الطريق مزدحم، ويعني كنت كلش متأذي، ويعني قوة أحصل سيارة وأجي بها للنادي، يعني تحت هالفرصة الشرقية وشاركت في برنامج دوس لها. شيء يعني حلو هذا من اجي علي للنادي، يعني يصير احماء و يقوي العضلات الدبني والرجل، يعني احس فرق. نعم اما اجي بالسياره إذن شفنا في محافظة البصرة أصدقاء جدد انضموا لنا، وهالمرة هم من الرياضيين، وش سمعنا منه إنه شلون كان تعليقه، حاب إنه يسوي إحماء قبل لا يجي للتمرين، حاب إنه يستخدم الدراجة في ذهابه وإيابه، وهذا الشيء سهل عليه التنقل. وهسه راح نروح على الفيسبوك ونشوف التعليقات والإجابات اللي جايتنا. عندنا هنا حسان يقول في فرنسا باريس سان كلو، وابراهيم علي يقول في احدى حدائق الضاحيه الباريسيه سان كلو، ياسين الكتالوني يقول هو هذا الجواب. شكرا ياسين، بس لازم انت تحدد همينة شنو هو هذا الجواب. عبد الله احمد يقول في فرنسا، الناصر صلاح الدين يقول اول سباق في العالم كان في فرنسا في احدى الحدائق في ضاحيه باريس في حديقه سان كلو 31، كان عام 1927، لا هو مو عام 1927، هو 1800 وشي. يحيى يقول يحيى قسام يقول في فرنسا، وجوريا الغانم تقول في باريس، اياد الحداف يقول في فرنسا، مصطفى يقول شكرا على هذا البرنامج الجميل. شكرا يا مصطفى لك، ونتمنى انك تكون من اسرة دوسلها وتشارك ويانا بالايام الجايه. ثواب محمد يقول باريس فرنسا، وشكرا على البرنامج الحلو، شكرا لك يا ثواب. ابو تبارك يقول في فرنسا. وشاعر عبد الله البغدادي يقول مساء الخير، منوره يا فاي ومنورين ويا دوسلها، الجواب هو في فرنسا، في باريس في فرنسا. جوريا الغانم تقول أول مسابقة للدراجات الهوائية أقيمت في منتزه سان كلو في ضواحي باريس بتاريخ 31/3/1868، وكان طول مضمار السباق 1200، وفاز فيه المتسابق الإنجليزي
منو؟ فاز فيه المتسابق الإنجليزي ميثاق الخالد يقول همينا في فرنسا، ناصر صلاح الدين يقول في فرنسا 1868. سأرجع أذكركم مرة ثانية بسؤالنا للناس اللي ما سمعوا السؤال وما عرفوا، أين أقيم أول سباق للدراجات الهوائية في العالم؟ هذا السؤال هو سؤال حلقتنا لليوم. طبعاً أنا بنتظر المزيد من الإجابات والمزيد من الفرص للفوز ببايسيكل دوسلها، بس هسا رح نروح للحلة ورح نتعرف على ناس قامت حملة دوسلها بزيارتهم وتوزيع مجموعة من البايسكلات عليهم، وهم عمال في منتجع بابل حصلوا على مجموعة من البايسكلات وحدثونا عن فوائدها وكيفية استخدامها اللي راح تنفعهم بالأيام الجاية. نروح إلى مدينة الحلة نتعرف على أصدقائنا الجدد. مشاهدينا الاحبه في كل مكان، مشاهدينا الكرام، احنا وياكم اليوم من مدينه الحله مستمرين وياكم وحمله دوسلها. اليوم في منتجع بابل ويانا مجموعه من عمال الزراعه وايضا عمال التشريفات اللي يشتغلون بمنتجع بابل السياحي. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الحمد لله. أهلا. شنو اسمك؟ عبد حسين مجهول. عبد حسين مجهول، ابو من؟ ابو علي. ابو علي ايش قد صار لك تشتغل هنا؟ تحتاج البايسكل تنقلاتك يوميا يوميا 3000 دينار اجي من هناك واللي هنا، هسه هذا راح يفيدني يعني يوفر لي شويه عن المصروف. اكيد. وهم جهال عندي بالمدرسه هناك اروح بيهم اوديهم. وين بيتك؟ احنا بعوفي خارج الطهماسيه. اي والله مسافه بعيد يعني بين 3 كيلوات. يخدمك البايسكل؟ طبعا يخدمني والله يستفاد. بالعافيه. نشكر كادر الشرقيه، اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. شنو اسمك؟ امجد كميل. امجد. أمجد شنو رأيك بحملة دوسلها؟ والله حملة حلوة هذه، ومثل ما تشوفين أنت من ناحية الحملة هذه يعني من حملة توعية صحية وبالنسبة كرياضة، ومثل ما تشوفين البلدان الأوروبية يستخدمون البايسكل بكثرة تشوفونهم أنتم، يعني فإحنا هنا بالعراق لازم نحتاجها عن الازدحامات وتحلنا هواي مشاكل يعني. الموضوع حلو عاجبكم أنه تتنقلون على البايسكل؟ كلش حلو حملة دوسلها، يعني حملة كلش حلوة وجيدة. قلت لي أمجد اسمك؟ أمجد. أمجد. أمجد أنت تقريبا يعني يوميا مثلا حتى توصل لهنا المكان عملك إيش قد بالضبط تصرف؟ والله أنا مثل ما تعرفين أنا موظف نابل أصفة أجر يومي يعني من 2007 عندي خط يوديني ويجيبني، الخط هم يريد كل شهر 30-25، فهذا الباسكر راح يحل لي مشكلة يعني. يعني راح اروح اجي على راحتي يعني. هسه 30 بتجيب. 30 بتجيب على قولتك، وانا باسكل جوي اروح بيه وارجع بيه يعني. يلا مبروك عليك، مبروك عليك البايسكل، وان شاء الله يا ربي. انت طبعا رشيق، انت بتحتاج البايسكل بس هو راح تتنقل. رشاق هذا بايسكل يعني هذا رياضه. صحيح صحيح. مبروك. شنو اسمك؟ صباح متحميد. صباح. صفاء. صفاء ايش قد صار لك تشتغل هنا؟ أنا تقريبا صار لي اسبوع 6 ايام. يعني حديث العمل هنا. أنا. ايش قد اجورك؟ انا اجي من هناك مثل الجماعه ب 2000 اوصل يعني ب 2000 بثلاثه يعني بالشهر تقريبا 40-50. ايه راح يحل لك مشكله؟ ايه حل مشكله اروح عليه وارجع يعني حل مشكله. حل. بيتك وين صفاء؟ وين؟ ايه ايه بعيد يعني مسافه من هناك اروح بعيد. مبروك عليك البايسكل. لك الله عليك. مرحبا. مرحبا. شلونك عيني؟ الحمد لله. ابو من؟ حيدر ابو كرار. حيدر ابو كرار. ابو كرار اريد تحكي لي انت وين بيتك؟ يعني ايش قد يبعد مسافه مثلا على مكان عملك؟ انا بيتنا يم الجسر، وين جسر بته شويه يقعد عنه. حاليا صار لي هنا حوالي قسم الزراعه حوالي صار لي السنه السابعه راح تصير اشتغل هنا. اجوري 300 اليوم 10000. ايه تدرين هواي يخدمني بس بيخذي الدراجه، الدراجه مرضتني يوميا عطلانه، اخر شيء دبيته يوميا عطله اكثر من النفع.
هسه هذا الباسك راي ينفعنا كلش هواي. حلوه خوش مبادره انه من الشرقيه. مبادره كلش زينه ورحم الله والديكم، رحم الله والديكم. بالخير عليك، مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك عيوني؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ زينه. انت هنا أنا تشتغل بالمنتجع؟ شنو طبيعه عملك اريد اعرف؟ لجنه التشريفات مع المنتجع. عملي بسيط يعني شيء بسيط. حاب عملك انت؟ تشوفه مريح بالنسبة لك؟ أيه. الحمد لله. أريدك تحكي لي إذا أنت مثلا قبل السوق بايسكل، سوق قبل وأنت صغير؟ إي كنت أرغب بالبايسكل، صارت يعني بيها مواقف حقيقية هواي. احكي لنا شوية خلي يسمعون المشاهدين طبعا، مشاهدي قناة الشرقية خلي يشوفون شنو المواقف اللي كانت عندك مثلا وأنت صغير وأنت طالب. والله هي هواي قلبات، يعني لا يوم ولا يومين. هم مرة بس حلو البايسكل. اي حلو طبيعته حلو. شنو اكثر موقف يعني انت راسخ ببالك وتتذكره وبقى ببالك انه هذا الموقف من البايسكل بس يعني اثر بي؟ والله حقيقة ما اتذكر يعني هسه يعني كلها قلبات بس. أيوة. بس قلبات. مبروك عليك البايسكل وانت ما طول انه تعرف تسوق بايسكل فما ينخاف عليك. يلا مبروك عليك. شكرا ودوس لها هسه وكلكم جماعة دوسوا لها. يلا رجعنا لكم من مدينة بابل وبالأخص من منتجع بابل وشفنا العديد من العاملين في المنتجع واللي حصلوا على بايسكلات دوس لها على مود يغيرون حياتهم ويحسنون حياتهم إلى حياة أكثر صحية. وهمنا لقينا أنه أغلبهم هم يعني دخلهم جدا محدود فيفيدهم البايسكل بأنهم يوفرون يعني مصاريف التنقلات من مكان إلى آخر بالإضافة إلى همنا أنهم يوفرون الوقت. نقرا مره ثانيه الاجابات الصحيحه واحنا هسه راح نسوي القرعه يعني وصلنا الى انه احنا نسوي القرعه بس راح اقرا لكم المزيد من الاجابات اللي وصلت لنا على مود اقول لكم شنو هي الاجابه الصحيحه. بالفعل هي الاجابه الصحيحه في فرنسا في ضواحي العاصمه باريس وكانت سنه 1868 وفاز في مسابقه جان كلو واللي عفوا كانت في سان كلو وفاز بها الانجليزي جيمس مور بالسنة الأولى والسنة اللي وراها همين أجريت مسابقة أخرى وفاز بها جيمس مور. وهسا رح ناخذ القرعة على مود نعرف من الشخص اللي رح يفوز ويانا ببايسكل دوسلها لهاي الحلقة. رح يبدأ العد التنازلي ورح نبدأ بالقرعة هسا. 5 4 3 2 ما ندري اليوم الفائز رح يكون فائزة أو فائز ويانا بحلقة اليوم. هذا اللي راح نعرفه بعد دقائق من هسه. راح نعرف من سعيد الحظ صاحب رقم 9 او صاحبه رقم 9 اللي راح يفوزون ببايسكل دوسلها. طبعا بعد شوي راح نعطيكم الاسم بس كل المطلوب ان الشخص من يعرف اسمه اسم الشخص او اسمها انهم يتواصلون ويانا ويرسلون لنا رقم موبايلهم وعنوانهم على مود نقدر انه احنا نوصل لهم بايسكل الشرقيه وينضمون الى اسره دوسلها. وهسه راح نعرف من مخرجنا اذا كان فائز او فائزه ويانا لحلقه اليوم. الفائز ويانا هاليوم هو يوسف الدليمي. يوسف الدليمي هو اللي فاز ويانا اليوم بحلقه دوسلها وبايسكل جديد. يوسف الدليمي احنا نطلب من عندك انه انت ترسل لنا رقم موبايلك وعنوانك على صفحتنا بالشرقيه على مود نقدر نتواصل وياك ونقدر نسلمك بايسكل الشرقيه ونشوفك وانت قاعد تستمتع به. وهسه وصلنا الى ختام حلقتنا، نتمنى انه الجميع يكونون فرحه بمشاهده هذه الحلقه وتمنياتي للمزيد من الناس بانهم ينضمون ويانا الى حمله دوسلها على مود نحقق حياه اكثر صحه ومتعه.
أتمنى أني ألتقي بكم الحلقة الجاية، وحتى ذلك الحين تمنياتي لكم بقضاء أفضل الأوقات. مع السلامة.